فوزي عايز اعرف منك يعني انت ازاي يعني في فتره الكتابه بقى تعاونت ازاي مع سامح وركزت على ايه؟ يعني ايه اكتر النقط اللي انت ركزت عليها بالنسبه للفيلم؟ تمام، انا شغلتي عموما في الفيلم ده او اللي بشتغله عموما هي تطوير سيناريو اكتر منها كتابه السيناريو نفسه. اوكي. سامح جالي زي ما قلت بالفكره من سنتين. من سنتين بالظبط. قعدنا نشتغل على الفكره، طرحها عليا كالتتابع. قعدنا نطور فيها. طب هي الفكره دي رايحه فين؟ مين الشخصيات؟ القصه عن ايه بالظبط؟ ايه المحفز الرئيسي للاحداث وايه محفز الشخصيه للاتجاهات اللي هتاخدها؟ فبنخوض في حاجه زي العلاج النفسي. تمام. بنقعد جلسات كلام كتير جدا، ساعات طويله جدا بنتكلم بنتناقش على كل ما هو حول عالم السيناريو نفسه. ايه القصه؟ مين دول؟ ليه؟ ليه الاحداث دي بتحصل؟ ونسال نفسنا اسئله ونبوظ القصه خالص ونزعل ونكتئب ونكتئب فتره ونرجع تاني نقول لا احنا لقينا حاجه تانية هتحلها. فهي رحلة طويلة، ان احنا في الاخر لازم يبقى مخرج الفيلم داخل عارف الفيلم ده هو عن ايه وعايز يعمل منه ايه، عايز يقول من خلاله ايه. طب ليه الفيلم اخد مدة طويلة كده في التحضير يعني لحد ما طلع؟ هي كانت الفكرة ان هي بتتبلور لسه في وقتها، الى جانب انه كان في شغل من الناحية التانية على التمويل وايجاد الفلوس، فده بياخد وقت. لحد ما لقينا تايمور الحمد لله. لو تايمور كان معانا برضو من سنتين احنا قرر يدفع دلوقتي. ما تعطيش احنا مش بنقر والله.